إرسال: حلمت أنني في مكان يحفرون فيه بئر، وكانت آلة الحفر تشتغل لا تتوقف، ويوجد شخص واقف بجانب البئر وأنا واقفة بجانبه. دفعني بالمزح للأسفل، سقطت قليلا بجانب آلة. لا تعرفها، ما تعرف الشخص. كان يوجد شخص واقف بجانب البئر وأنا واقفة بجانبه. دفعني بالمزح للأسفل، سقطت قليلا بجانب آلة الحفر، وكان يريد مساعدتي. تمسكت بالحفل ولم أقع عازبة. هذا الشخص تعرفينه يا أختي ولا ما تعرفينه؟ إذا تعرفينه في... لذلك نفضل دائما أي شخص يكتب حلم يا جماعة يحاول يحط أكثر عدد من المعلومات، يعني يسترسل في المعلومات. بما أني قلت شخص، اكتبي جنبه شخص تعرفينه ولا ما تعرفينه، لأن هذا الشخص إذا كان غريب فهي الدنيا راح نتكلم. دام تكتبوها الطريقة راح نسترسل. كتبت لا أعرفه. أيوة، إذا هي الدنيا، إذا هي حياتك. إذا كان الشخص هذا غريب هي الدنيا، الدنيا تضعك في تجربة، هذه التجربة ربما سبب لك بصعوبة لفترة، يعني بالعربي انقطاع في الحال لفترة، بعدين عن طريق المزح معناتها شخص يؤذيك من الدنيا لا تعرفينه بدون قصد، يعني هو يؤذيك يكون مساء الخير يا زيزي يا مرحبا بدون قصد، وتقعين فعلا بمشكلة بسبب شخص يعتقد أنه ينفعك أو يعتقد بأن الأمر بسيط. بعدين طلعت هي من البئر ولا ما طلعت؟ طلعت. بعدين شو صار؟ سقطت قليلا بجانب آلة الحفر، وكان يريد مساعدتي. تمسكت بالحبل ولم أقع. الحمد لله والشكر. الحبل ترى حبل الإيمان والثقة بالله سبحانه وتعالى. إذا أي شيء وضعوك فيه في صعوبة، ربما يعني هذا حلم ربما يدل على سحر، على فكرة ربما يدل على أحد مسوي لك سحر بقصد هو بريء، انه مثلا سحر حب او سحر رحمه او شيء، ولكن ربما في الحلم اشاره على سحر. فهنا علاجك من هذا السحر هو الخروج، التمسك بحبل الله سبحانه وتعالى وكتابه. واذا لم يكن سحر، اذا كان شخص يضعك في مشكله، فايضا الخروج من هذه المشكله التمسك بحبل الله سبحانه وتعالى وكتابه.